بصراحة انه من ساعة ما جيت امبارح وشفت الخيام منصوبة وانا ادركت ان النهاردة هيكون يوم ناجح ويوم عن يوم بتصور انه لازم المجلس العسكري هيدرك وهيفهم ان الشعب فعلا يريد اسقاط النظام. والنهارده المطلب في التحرير هو مفيش خلاف عليه، احنا عايزين وزارة مدنية يكون فيها وزير دفاع، ده حقنا، احنا اللي عملنا الثورة، الشعب ده ما كانش انقلاب عسكري، ما ينفعش غير المطلب اللي قلناه في الاول. والمجلس العسكري قال ادوني 6 شهور ودي فات 5 شهور وفشل فشلا ذريعا. كمان عايز اقول وافهم الجميع انه وجودنا هنا اللي بيقول لك الاستقرار وعجلة الانتاج، بالعكس وجودنا هنا في التحرير هو اللي بيمنع ان تيجي ثورة الدم، لان من اول يوم واحنا شايفين ثورة الجياع قادمة، ويوم ما كنت 28 قدام الداخلية شفت الغضب اللي يجيب دم. وجودنا هنا هو اللي بيعطي المظهر الحضاري اللي بهر العالم، ان نفضل نعبر عن مطالبنا بطريقة سلمية. بس يا رب بقى يفهموا ده، ويا مصر هانت وبانت كلها كم يوم، حقيقي من اجمل الكلمات اللي سمعتها. كلمات يعني المجلس لحد الان ما صدرش قرار ولا مجلس الوزراء باي تحقيق مطالب بوقف التحرير، كله هم مش ملاحقين على السويس ولا علينا، بس هم مضطرين، هم خلاص اتزنقوا وظهرهم للحيط. احنا لما سيبنا الميدان علشان سمعنا الكلام وامنا لهم، النتائج غير مرضيه على الاطلاق. واحنا النهارده بنثبت ان احنا لحظه ما بنقرر ننزل لا بننزل، وان الموضوع كمان مش قضيه شويه كتاب ولا صحفيين بيكتبوا يقولوا ولا سياسيين، لا ده الشعب. يعني النهارده كل كلامي في الميدان مطلبنا مطلب واحد، زي ايام الميدان الاولى لما كنا بنقول التنحي، لما نزلنا ضد شفيق، عداله اجتماعيه وانهاء المحاكمات العسكريه وحق الشهداء. يعني اللي بيحصل والشهادات اللي عمالين نجمعها، اللي بيحصل للولاد في السجن الحربي وفي امن الدوله غير مقبول. دي اسمها محاكمة ثوار مش محكمة ثورة. احنا عايزين حكومة ثورة بقى. خلاص باي باي يا مجلس يا عسكري، فشلت فشلا ذريعا. يعني هذه الاجواء تشعرك بما قبل 25 يناير؟ انا بامانه انا وانا داخله امبارح بالليل واول ما شفت الخيام البيضاء حسيت ان انا داخله على جبل عرفات. ان شاء الله. على فكره الشعور ده مش عند حضرتك بس، عند معظم المساجين. احنا جايين نحج في الميدان. انا فرصه سعيده دكتوره وربنا يوفقك. ومصر تستاهل. وهانت وبانت كلها كم يوم. وشبكه يقين بتشكر حضرتك. وما الصبر الا ساعه، وما النصر الا صبر ساعه. شكرا دكتوره. شكرا. طيب شكرا.